ودلوقتي هنفترض مع بعض ان احنا بنبدأ فايل ريفت جديد from scratch، وعايزين نبدأ مشروع ريفت جديد. المفروض ان احنا شغالين على التمبلت فايل بتاعة الاركتكتشر، واحنا عارفين ان التمبلت فايلز في منها نوعين، يا اما تبقى متريك او امبريال. متريك يعني مقاسات بالمليمتر، امبريكال بيبقى المقاسات بالانش والفوت. طب تعالوا نتأكد ان الفايل بتاعنا اعداداته والمقاسات بتاعته مظبوطة. ازاي نتأكد؟ بنتأكد من خلال حاجة اسمها البروجكت يونتس، ممكن ان احنا نوصل لها عن طريق اختصار على الكيبورد UN كده. لو ضغطنا على الكيبورد هيطلع لنا الديالوج بوكس ده، ونتأكد منه ان الدايمنشنز اهي بالمليمتر والفوليوم بالمتر كيوب وهكذا. طبعا لو انا حبيت اغير بخش على المنيو دي وابتدي اختار اليونت اللي انا عايزه. طيب دي كده اول حاجة. طريقة تانية ان انا اتأكد من البروجكت يونت، لو انا مش فاكر الاختصار بتاعها بروح على الريبون اللي انا بعمل منه معظم الاوامر بتاعتي، وابتدي اروح على تاب اسمها مانج. جوه مانج هلاقي في بانل اسمها سيتنجز، جواها هلاقي تول اسمها بروجكت يونتس، وهلاقي ان الديسكريبشن اللي مكتوب عندي بروجكت يونتس بين قوسين يو ان. اللي بين قوسين ده هو الاختصار اللي احنا بنكتبه على الكيبورد اللي احنا قلناه من شويه. هندوس عليه هيطلع لنا نفس الديالوج بوكس بالظبط.